السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة فريدة شانيل. لا تنسوا دعمي بجيم واشتراك للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى شروط الترشيح وطريقة تسجيل أو الترشيح في المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس. Procédure de pré-inscription pour le test d'entrée en première année de l'ENA, l'École nationale d'agriculture du CNES, pour l'année scolaire, Inch'Allah, 2020-2021. Alors, l'admission en première année de l'École nationale d'agriculture du CNES se fait par voie de sélection sur la base de la moyenne générale du baccalauréat. لا بالنسبة لشروط الترشيح غيكون بازي على حساب المعدل العام ديال البكالوريا إن شاء الله. على أون تونو كون دي كاباسيتي داكي دو لينا، يعني على حساب درا ديال المدرسة دو مكناس. لي كونديدا غوتوني سون كونفوكي بور باسي ان تيست إكخي. على بالنسبة لي غادي تقبلو غادي استدعيوهم باش يدوزو امتحان كتابي للدخول إلى السنة الأولى المدرسة الوطنية للفلاحة. على سو تيست بورت سور لي ماتيير سيونتيفيك. على بالنسبة للتيست غيكون في ماتيماتيك، الرياضيات، في الفيزيك، الشيمي، في الفيزياء والكيمياء، و سيونس دو لا في اي دو لا تيغ، يعني في الاس في تي. على اكسيبسيونيمون اي ا كوز دو لا سيتياسيون ديرجونس سانيتير كوزي بار لا بانديمي دو كوفيد 19، l'accès en première année de l'ENA de Meknès au titre de l'année académique 2020-2021 se fera par voie de sélection sur la base de la moyenne de l'examen national du baccalauréat, c'est-à-dire la note de l'examen national de la deuxième année du bac seulement. C'est-à-dire, اعتبروش الجهوي على فقط غيكون على حساب المعدل ديال الوطني إن شاء الله. Alors, les candidats marocains doivent s'inscrire à travers le site officiel de l'ENA pour être candidat éligible à la sélection. يعني بالنسبة للترشيح يكون فقط في السيت، فقط عبر الانترنت وفي السيت ديال لينا. Alors, candidat marocain avec bac marocain. Bien sûr كاين الحالات الاخرين avec bac mission ou bac étranger. غادي نشوفوهم après. Alors, اللي كيهمنا حنايا هو candidat marocain avec bac marocain. بالنسبة لي كونديسيون دادميسيون لشروط الترشيح ولا شروط القبول، على اتر تيتولير دان باكالوريا دو لاني اكاديميك 2020، يعني بالنسبة ل 2019 ما مقبولينش، على فقط اللي عندهم شهادة البكالوريا ديال 2020 اوبتوني دون لين دي سيكسيون سويفونت، يعني في التخصصات الاتية: اما سيونس دو لا في دو لا تيغ يعني اس في تي، سيونس ماتيماتيك يعني سيونس مات، سيونس فيزيك لي بي سي، و سيونس اغرونوميك ديال الزراعة. على اتر اجي دو 23 زون او ماكسيموم او 31 ديسمبر 2020، يعني 20 ما يتعداش 23 في 31 دو جنبير 2020، يعني اللي عندهم اكثر من 23 عام في هذا التاريخ يعني حتى هما ما مقبولين ان شاء الله. هذا بالنسبه للشروط. على كونديداتور اون لين بور لا سيليكسيون، بالنسبه للانتقاء، فري دو دوسيي. Alors, les frais de dossier s'élèvent à 60 dirhams à régler au nom de l'École nationale d'agriculture de Meknès au niveau de la trésorerie générale du royaume. يعني قبل ما دير الدوسيي ديال الترشيح ضروري خصكم تخلصوا هاد لي فري وتخلصوهم في لو كونت ديال المدرسه الفلاحي، المدرسه الوطنيه للفلاحه ديال مكناس، وهذا هو لو نيميرو دي كونت بانكير. Alors, gardez le reçu pour l'envoyer lors de l'enregistrement de votre candidature. يعني بالنسبة للرسو غتحتاجوه ملي تكونوا كديروا الترشيح عبر الانترنت اون لين سور لا بلاتفورم دو لينا دو مكناس فوا ايتاب دو كانديداتور اون لين. على بالنسبة لا كانديداتور اون لين، alors je répète، على بالنسبة للخلاص ديال فخي دوسي اللي هي 60 درهم، alors غتخلصوه في التريزوري ديال الحساب ديال المدرسة وغتحتفظوا بالروسي لان غتحتاجوه ملي تكونوا كديروا لا كونديداتور اون لين. alors deuxièmement كونديداتور اون لين اوفير جوسكا 25 جويي 2020 سي ديلي دو ريغور، يعني غيكون مفتوح لانسكريبسيون ولا لا كونديداتور للترشيح حتى 25 جويي. لي كونديدا ماروكان انتريسي دو سانسكريب اون لين بور اتر اليجيبل ا لا سيليكسيون، يعني باش يشاركوا في السيليكسيون في الانتقاء خصهم يكونوا ديجا درتو الترشيح اون لين.
يعني عبر الانترنت واللي عبر السيت ديال المدرسة. الوغ كونديداتور اون لين سور لو سيت. الوغ هذا هو بالنسبة للسيت ديال الكونديداتور. الوغ غادي نخلي لكم في صندوق الوصف في الديسكريبسيون كاين لو ليان ديال ادميسيون باش تشوفوا شروط القبول، وكاين لو ليان ديال الكونديداتور باش ديروا الترشيح عبر الانترنت. Alors, nous avons la sélection, après l'annonce des résultats des deux sessions du baccalauréat, à la session ordinaire et session de rattrapage, la sélection des candidats inscrits en ligne s'effectuait sur la base de la moyenne de l'examen national du baccalauréat. الوغ كاين المؤسسات اللي كيقبلوا فقط الدورة العادية، على بالنسبة للمدرسة الوطنية اللي في لاحة على كتقبل بجوج، يعني الدورة العادية والدورة الاستدراكية، على سيتادير لا نوت دو ليكزامان ناسيونال دو لا دوزيام اني دو باك، يعني النقطة أو المعدل العام ديال السنة الثانية بكالوريا. الوغ لا ليست دي كونديدا ادمي ا سانسكخيغ اون بروميييغ اني دو لينا دو مكناس، انسي كو لي ليست داتونت avec les délais d'inscription correspondants seront affichés sur le site web officiel de l'ENA de Meknès. C'est-à-dire, on a, soit la liste des candidats admis, yani les مقبولين, ou ديال لائحة انتظار, غيكونوا فقط في site officiel, يعني في البوابة الرسمية, alors MB. Alors, aucun message concernant les résultats de la sélection ne sera envoyé individuellement aux candidats. يعني ما غيرسلكم حتى شي message لا عبر الهاتف ولا عبر البريد الالكتروني. الوغ لكل واحد فيكم فقط النتائج غيكونوا في السيت، يعني نتوما خصكم تبقاو تشوفوا على السيت باش تشوفوا على النتائج. الوغ لي كونديدا سون توني دو كونسيتي ريغيليرمون لو سيت دو لينا دو مكناس. الوغ داكشي اللي قلت، الوغ اشاك فوا خصكم نتوما تشوفوا تدخلوا للسيت وتشوفوا واش النتائج راهم ظهروا او مازال، او واش اعلنوا على النتائج او مازال. على كونديدات ماروكان افيك باك ميسيون، على بالنسبه لي كونديسيون دادميسيون لي كارت و لي بروسيدير دو كونديداتور كونسلتي لو سيت دو لينا. على دابا غادي نمشيو نشوفو لو سيت ديال لينا ونشوفو طريقه التسجيل. على غادي نستعمل احد المتصفحات مثلا جوجل كروم، في لابار دو ريغيرش غنكتب www.enamkness.ac.ma وغنكليكي على اونتري. على كاين هنا لا لين ديال ادميسيون، على هنايا نديرو دوموند دو كونديتور اون لين انا مكناس. لو من بعد كنحصلو على هاد الواجهة فورميلير دو ديبو دو كونديداتور بور لاني اكاديميك 2020-2021 ديلي دو ريغور 25/7/2020. الوغ كيما كتشوفو كاينين خمسة ديال المراحل. الوغ المرحلة الأولى هي اوتنتيفيكاسيون واللي كندخلو فيها لو كود مسار اللي كيتكون من لا ليتر ماجيسكول و تسعود ديال الارقام و لا دات دو نيسونس و كليكيو على سويفون. على هذه بالنسبه للمرحله الاولى. على المرحله الثانيه كندخلو فيها لي دوني بيرسونيل ديال التلميذ. المرحله الثالثه واللي هي ديال بيمون داك لو روسي اللي خلصتو فيه 60 درهم، على هنا كديروا تيليشارجمون ديال الروسي. ومن بعد كدير الفيريفيكاسيون اللي هي المرحله الرابعه، الفيريفيكاسيون ديال لي دوني اللي دخلت قبل في المراحل بثلاثه، ومن بعد كدير لا فاليداسيون. الوغ غادي ندخل لو كود مسار و لا دات دو نيسونس و كليكي على سويفون. الوغ من بعد ليطاب ديال لوتونتيفيكاسيون اللي كتدخل فيها لو كود مسار و تاريخ الازدياد، ومن بعد سويفون كتجي هاد المرحله الثانيه وهي لي دوني بيرسونيل. على بالنسبه لي دوني بيرسونيل اللي خصكم تدخلوه هو الاسم الشخصي والعائلي، من بعد كود مسار، على تاريخ الازدياد، على من بعد كدير لاكاديمي بروفانس شنو هو الاقليم، على من بعد فيل وشبا، على كتجي معلومات شخصيه اخرى اللي هي سي اي ان يعني رقم البطاقه الوطنيه. الوغ واش ذكر او انثى ماسكيلان او فيمينا، الوغ خصك تدخل الايميل ديالك، بعد رقم الهاتف، لادغيس يعني العنوان ديال السكن، والكود بوستال. على بالنسبه للكود بوستال هي المعلومه الاخيره اللي ما كيعرفهاش، تدخل لجوجل وتكتب كود بوستال مثلا غابه ويعطيك لو كود بوستال ديال المدينه اللي ساكن فيها. الوغ من بعد سويفون كتعطيني المرحله الثالثه وهي ديال بيمون. الوغ
كتعطيك هنايا الريفيرونس. الوغ داك الريسو اللي باش خلصتو لي فخي داك 60 درهم ديال ليكول، الوغ كتكتبو الريفيرونس ديال الريسو هنايا. من بعد كدير المدينة اللي درت منها التحويل، الوغ مثلا درت تحويل من مدينة الرباط غتكتب غابة، وخا تكون ساكن في أي بلاصة مهم المدينة اللي درت منها التحويل هي اللي غتكتب هنايا. من بعد كتجي لي طاب كتدخل الروسي في هذا المكان، يكون ديجا عندك مسكاني، على فقط كتكليكي وتمشي تجيب الروسي لهذا المكان. ومن بعد كندوزو المرحلة الموالية. بالنسبة للمرحلة الموالية هي المرحلة ديال فيريفيكاسيون، اللي كيعطيك لا بوسيبيليتي دو فيريفي لي دوني اونتري افون، ومن بعد في النهاية كتعطيك لا بوسيبيليتي دامبريمي الفورمولير اللي سجلت، وبالتوفيق للجميع.